أهلا بكم. إذا جاز لنا التعبير أنه من ضمن فوائد السمنة المفرطة أنها تمنع الاختطاف، ما حدش يعرف يخطف حد عنده سمنة، صعب صعب جدا يعني. طبعا ده تعبير على أنه السمنة عائق أمام حاجات كتير، يعني حتى عائق أمام أن الولد يتخطف، عائق أمام أنك تركب أتوبيس، عائق أمام أن أنت تلاقي لبس، عائق، كلمة عائق دي تتكرر في كلامي كتير، أن أنت تلاقي شريكة حياتك أو تلاقي شريك حياتك، أن أنت تلاقي شغل يناسبك، وأن أنت تقبل في وظيفة أنت بتحلم بيها أو في جامعة أو في كلية أنت بتحبها، عائق أمام حاجات كتير. للأسف السمنة كلمة عائق دي أصبحت مرتبطة بيها، يعني إذا جاز لنا التعبير نقول بقى أن السمنة إعاقة، ما لما عمال أقول إيه، تعيقك أن أنت تعمل كذا، تطلع سلم مفيش، تلعب كورة مش قادر، تروح تحضر فرح خايف، تروح الشط متضايق، تقعد وسط أصحابك بيتريقوا عليك، يبقى هي بتعوق الحياة. تعالوا نقرب من هذا المعنى الخطير جدا والمعاني الأكبر منه كمان إذا جاز لنا التعبير في الدخول في عالم جراحات السمنة مع ضيفي العزيز واحد من ميجا ستارز عالم جراحات السمنة في مصر وفي الوطن العربي، طبعا المبدع دائما في حوار، الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، المدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الاس ار سي. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قبل ما ندخل في معمعة الحلقة النهاردة، هل السمنة عائق، اعاقة يعني، هي مرض؟ في البداية تحياتي لحضرتك وكل فريق العمل وكل السيدة المشاهدين. الحقيقة طبعا السمنة لا تخفى على احد يعني ان هي بتحبس الانسان جواها، ويمكن اجتماعيا بيبقى طبعا يمكن زي ما حضرتك قلت ان هو بتمنعه من الانخراط الطبيعي في المجتمع بصورة طبيعية كما يجب، وهي طبعا بتأثر على جميع الأعمار يعني، ومشاكل صحية لا عد لها، ومشاكل اجتماعية، ويمكن مشاكل على مستوى العمل طبعا بتبقى فيه مشاكل كتيرة جدا، لأنه مجال العمل هو مجال تنافسي من الدرجة الأولى، ومحتاج طبعا لياقة بدنية عالية جدا. طبعا السمنة بتحبس الإنسان جواها، والحقيقة هي عائق كبير جدا قدام أي إنسان مصاب بالسمنة المفرطة. من ضمن العوائق اللي بتقف قدام مريض السمنة لما بيكرر أنه يخس، انه شاف حاله قريبته عملت عمليه وليكن تكميم ورجعت تخنت تاني، بعد ما عملت التكميم وخست رجعت تخنت تاني، وده سؤالي، امتى اقول ان عمليه فاشله؟ الحقيقه طبعا عمليه التكميم من العمليات الانجح في العالم، القويه في انقاص الوزن، القويه جدا في علاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه المرضيه، ولكن هي لها شروط يعني عشان تتعمل، وما نرجعش نزيد تاني أو نعملها وما ندخلش في مضاعفات، أو نعملها عايز أتخلص من مشاكل السمنة المفرطة ألاقي نفسي داخل في مشاكل تانية، من ارتجاع، من فتق في الحجاب الحاجز، من مشاكل تانية يعني قد تكون عائق في حياتي المستقبلية. المعدة اللي احنا شايفينها يمكن معدة طبيعية جدا، احنا محتاجينها تكون خالية من المشاكل ما قبل إجراء عملية التكميم. من ضمن الحاجات ان انت يبقى عندك مشاكل زي الارتجاع او فتح جاب حاجز مش متشخص، ويمكن ما تاخدش منك يمكن تاريخ مرضي كويس في سبيل ان انت تعمل تسهيلة ليك ان انت تعمل عملية، فنقوم ما نعملش منظار معدة او ما نعملش فحوصات كافية، وتقوم تعمل عملية التكميم وتفاجأ ان انت عندك فتق متشخص ما قبل العملية، وطلعت بيه تقعد تعاني منه مدى الحياة، أو يحصل لك مشاكل تانية بسبب قلة خبرة يعني كفاءة الجراح في إجراء العملية. يعني عشان توصل للمستوى ده من إجراء العملية اللي هي الأنبوبة الجميلة اللي هي المقبولة للنظر دي، طبعا دي محتاجة حرفية، هي مش جاست قصة معدة كده وخلاص، طبعا لأنه فيها تفاصيل كتيرة جدا. كلما زادت الخبرة وزادت الكفاءة أنت بتكتشف أن أنت لسه ما أديتش يعني عايز تبدع اكتر وعايز تأدي اكتر في سبيل العيان. هو العيان ما بشوفش ايه اللي بيحصل جوه العمليه، العيان طبعا محتاج قصه معده ما يكونش فيها قبه معده متسابه فتكون سبب في رجوع الوزن في المستقبل وهو ما يعرفش ده، مضايق الانسزوره اللي هي جزء من المعده، اصلا دي طبيعي في المعده، فلو قصيت بزياده هتضيق المعده، ويبقى طبعا ربما يكون هي سبيل لفتق في المستقبل لان ضغط المعده زاد،
سبيل لتسريب المعدة لأن ضغط المعدة زاد من فوق ما أنت قافل عليه من تحت. طبعا خبرة الجراح تستدعي برضو استئصال كامل لجزء كبير من الأنترم، يعني تسيب 4 سنتي من 3 ل 4 سنتي وبعد كده تقص الأنترم بمقاسات مظبوطة كاليبريتد يعني. وبالتالي دي كلها حاجات فنية. العيان بقى اللي انت دخلت جوه العملية في 11% من الناس مبقاش عندهم ارتجاع في المريء، وبعدين ما انت شاكك فاتق في الحجاب الحاجز، وعادة يعني بتدخل تلاقي فتق في الحجاب الحاجز، ساعتها تعمل ايه بقى لو انت جراح يعني مش متمكن او مش عارف الخطة العلاجية كما يجب؟ تقوم عامل التكميم وسايب فتق الحجاب الحاجز، وبالتالي العيان يقعد يشتكي منه مدى الحياة. ساعتها انت لو اكسبرت انف يعني ان انت تعمل العمليه المظبوطه، بتقوم عامل مصلح الفتق في الحجاب الحاجز ومثبت المعده تثبيت في الاماكن اللي هي ثابته في البطن زي عضله الحجاب الحاجز اللي هي الشمال، تثبت في البنكرياتيك فاشيا او جزء من البنكرياس، وتثبت في جزء من دهون اللي هي الثابته فوق القولون او الميزوكولون يعني. دي كلها حاجات يمكن تثبيت المعده بيها. هل العيان يعرف تفاصيل الجراحية دي؟ لا طبعا. طب احنا طبعا يقول لي رجوع وزن في المستقبل، ما هو انت عارف انت مثبت نوع العملية وما ثبتش لا الجراح ولا ثبت حتى المستهلكات الطبية الحديثة المستخدمة. كلما زادت خبرة الجراح في إجراء العملية كلما زادت كفاءة العملية كلما قلت رجوع الوزن في المستقبل. التقنيات الحديثة انت يمكن الناس ما تعرفش عنها كتير يعني. طبعا بالنسبه للمناظير المستخدمه في المريض، بالنسبه للدباسات المستخدمه في اجراء عمليه تكميم المعده، ما هي الدباسات دي لفظ يطلق على كل الدباسات اللي بتستخدم في تكميم وتحويل وكل جراحات السمنه ويمكن جراحات الجهاز الهضمي عموما اسمها الدباسات. فدي جزء من المستهلكات الطبيه الحديثه، فيها انواع كتيره جدا. يمكن طبعا انت كلما استخدمت التكنولوجي الاعلى كلما حصلت على نتيجه اعلى. مش بس إجراء العملية بجراح محترف، ما هو أنت لازم كمان يبقى عندك طقم من فريق المتابعة اللي يقول للعيان أنت تعمل إيه عشان الوزن بتاعك ما يرجعش في المستقبل. يعني زي ما يقول كده، لو يعني أجازنا اللفظ ده، إن هو بتديله الكتالوج بتاع العملية اللي هو بيصلح به العملية فيما بعد، لأن في بعض الأكلات ممكن تزود الوزن بالرغم إن أنت ما بتاكلش كتير يعني، وفي اكلات بتعلم الجسم ان انت بدل ما كنت بتاكل 3 وجبات كبار، انت دلوقتي الجسم اتعود ان هو ياكل كذا وجبه في اليوم، اب تو ان هو يعدل 10 وجبات في اليوم او 15 وجبه في اليوم، وجبات صغيره متعدده في اليوم. نوعيه الاكل نفسها، هل انت اديت التكميم ده اديته يعني تعليمات ان هو يقلل من استخدام السكريات شويه، مش لدرجه المنع ولكن التقليل او الاستخدام العادل من السكريات، هل انت قلت ده للمريض؟ ما هو ده جزء برضه لا يتجزا. طبعا المريض مش طبعا ما عليهوش مسؤوليه، لا عليه مسؤوليه كبيره برضه. يعني انت زي ما انت محتاج جراح محترف يعمل لك عمليه باحترافيه شديده، انت لازم تكون برضه مريض محترف انت كمان. ما انت لازم تكون عندك النيه والانتنشن ان انت تقلل وزنك في المستقبل وتحافظ عليه في المستقبل. احنا كبني ادمين يعني عندنا القدره وعندنا العقل وعندنا التفكير وعندنا يعني لو عايزين نبوظ عمليه هنبوظها يعني. فاذا لازم يكون عندنا تغيير في اللايف ستايل، يعني لازم حياتنا فيما بعد العمليه تختلف عن حياتنا فيما بعد العمليه. الناجح الحقيقي في النقطه دي معظم السيدات بصراحه، يعني السيدات دايما لما وزنهم بينزل حقيقي بيحافظوا عليه وبيبقوا يعني فعلا لو زادت كيلو او 2 كيلو عن المستوى اللي هو الوزن المظبوط او الوزن المثالي بتاعها بتلاقيها خايفه جدا وبتحافظ على نفسها. وخصوصا البنات اللي هم السن اللي هو يعني اراوند من 20 ل 25 سنه، دول بيبقى فعلا عندهم ازمه نفسيه كبيره جدا ما قبل انقاص الوزن، بيبقوا مش عايزين يرجعوا لها ما بعد انقاص الوزن. فيعني احنا عايزين نقول ان المريض برضو يعني مش بريء قوي يعني، لا طبعا عليه مسؤوليه لازم يتبعها، لازم يبقى يغير من نمط الحياه، حياتنا النمطيه السلبيه لازم تغير الحياه نمطيه صحيه فيما بعد العمليه. ما كنتش بتمارس رياضه ابتدي مارس رياضه المنصوح بيها يعني من تيم المتابعه ما بعد العمليه. طبيعه الاكل، طبيعه النوم، طبيعه الحياه لازم تختلف شويه اذا كان عندك النيه لاجراء العمليه. فجراح محترف مستهلكات طبيه على اعلى مستوى
مريض برضو عنده النية لأن هو يحافظ على وزنه، دي تمام المعادلة اللي هي المظبوطة اللي هتبقى إنقاص وزن مظبوط مدى الحياة. انعكست أي حاجة من دول، جراح غير محترف، العملية مش مظبوطة، المريض ما عندوش النية، برضو عملية مش مظبوطة، انت ما خدتش التعليمات المظبوطة والمتابعة والكتالوج ما بعد العملية، برضو مش هتحصل على النتيجة المظبوطة. فهي كلها عوامل محتاجة يعني تعاون ما بين الجراح والمريض. ما اعتقدش ان في انسان يتذوق طعم الحريه من السمنه، ما هي طعم الحريه من السجن. وان كان زي ما برضو الادبيات ذكرت كده ان في ناس بتطلع من السجن بعد مكابده مع في السجن جامده جدا وعناء رهيب وتعود للسجن مره اخرى، يبدو ان هم مدمنين للسجن. ده في الادبيات السينما والادب والكتابه وبتاع. دي لازم تدرس في شخصية المريض برضو، هل هو إنسان عنده عدم تقدير للذات وعدم إيمان بفرق ما بين إنه يكون رشيق ويكون وزنه حلو ويكون ولا بيكون بيعاني سمنة مفرطة؟ لازم يدرس نفسيا هذا الشخص. طبعا ده مهم جدا، دراسة الحالة النفسية طبعا مهمة جدا إن احنا نقيمها ما قبل العملية. ومش بس كده، ده في حالات مرضية يعني في بعض الحاجات المرضية اللي هي ممكن أصلا تبقى سبب في رجوع الوزن. يعني مثلا مرضى الاكتئاب اللي هو ماشيين على أدوية للاكتئاب ما قبل العملية، محتاجين نقلل من الأدوية ما بعد العملية، محتاجين إن احنا إذا كان في قدرة لطبيب النفسية إن نحولهم لأدوية ما بتزودش الوزن ما بعد العملية يبقى ده كويس برضو. محتاجين الغدة الدرقية تكون في مستواها الطبيعي، الغدة الدرقية التي لا تفرز. والحقيقة احنا بنشوف ناس كتيرة جدا 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 مصابة بالسمنة المفرطة وعندها نقص في الغدة الدرقية وماشيين على التروكسين أو بعض الأدوية المعوضة لنقص الغدة الدرقية، بتلاقيهم ما بياخدوش علاج. انت بتاخد علاج الغدة الدرقية بحيث ان تبقى انسان طبيعي، هتنزل زي الناس اللي بينزلوا وبرضو ما تخسش. لو انت عندك نقص في الغدة الدرقية برضو مش هتخس زي الناس اللي هو العاديين، يعني ما تربطش. يعني اذا في بعض الحاجات المرضية زي نقص الغدة الدرقية محتاج تاخد علاجك زي عشان تخلي مستوى الغدة الدرقية، خلي تي اس اتش في مستواه الطبيعي والتي 34 في مستواهم الطبيعي، وبعض الأدوية اللي هي بتاعت خصوصا اللي هي بتاعت الدبريشن او الاكتئاب محتاجة تتظبط شوية ما بعد العملية. في بعض الأمراض اللي هي المتعلقة بالأكل يعني زي النايت إيتينج سيندروم والناس اللي هم متلازمة الأكل الليلي بالظبط، وفي نهاية اللي هم الناس اللي هم كمان اللي هم الإيموشنال إيتينج كمان اللي هم بياكلوا بياكل بيفرح بياكل، هو ده معتمد على الأكل في تصريف يعني الغضب بتاعه الغضب يعني أو الحزن أو الفرح حتى هو بيبقى مبسوط فبيعزم بيكافئ نفسه يعني. فدي حاجات كلها لازم إحنا كدكاترة ناخد بالنا منها ما قبل العملية وعنا عليها طول الوقت في المتابعات ما بعد العملية. عشان كده المتابعة ما بعد العملية على الأقل من 6 شهور الأولى، لازم كل شهر لازم تتابع متابعة قوية جداً، كل سنة بعد ذلك أنت محتاج تعمل يعني زي فحص كده دوري للإجراءات أو التحفظات أو الحاجات اللي احنا المفروض تعملها بنرجعها معاك بحيث أنت برضو تحافظ على نزول وزن بطريقة مظبوطة. دايماً بيقول في خطر المرضى اللي عملوا جراحة قبل كده أو حتى أقاربهم، طب الحالة فشلت، تكميم فشل، تحويل مسار فشل، هنعمل ايه بعد كده؟ الاختيار بعد كده برضو، هل السؤال ده منطقي ولا السؤال ده طبعا. المفروض ان ده اكيد هو قرار جراح، لكن الناس نفسها بتقعد تتناقش فيه برضو. طبعا فشل جراحات السمنة احنا بنشوفه على فكرة بنسبة كبيرة، يعني احنا انا بشتغل يمكن في 40% من اصلاح جراحات السمنة من مختلف دول العالم، ويمكن احنا شغلنا احنا بنستمتع بيه، انا بحب التخصص ده في السمنة المفرطة ان احنا نقعد نعالج مشاكل السمنه المفرطه السابقه. يعني واحد عمل عمليه تكميم وفشل في انقاص الوزن او نزل وزن ورجع تاني، خلاص انت بعد سنتين لم تحصل على 50% من انقاص الوزن الزائد فوق الوزن الطبيعي، انت العمليه فاشله خلاص، كتله الجسم بتاعتك لسه ما زالت فوق ال 32، ما انت يعني ما محتاج لعمليه اصلاح فيما بعد. وما بعد سنتين انت محتاج تقيم نفسك مره تانية. حاجتين لازم يتعملوا في مريض السمنه المفرطه اللي وزنه ما نزلش او وزنه زاد ما بعد العمليه. اول حاجه لازم تراجع الجراح بتاريخ المرض بتاعك وتشوف كميه الاكل اللي بتاكلها وعدد الوجبات ونوعيه الاكل والرياضه واللايف ستايل، كل الحاجات دي لازم تتراجع.
رجعنا الحاجات دي بالفحص ما لقيناش حاجه احنا مقصرين فيها، بناكل وجبات مظبوطه ومعدتنا لسه صغيره. اعمل بقى اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد لقياس حجم المعده، والكلام ده لاعاده فشل تكميم المعده واعاده فشل تحويل المسار. اعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد تقيس حجم الباوتش، المعده نفسها او المعده اللي انت بتاكل فيها حجمها قد ايه، هل هي زادت بقى زياده كبيره لدرجه ان انت محتاج عمليه اعاده ولا لا. وكمان بنعمل منظار معده تشخيصي، يعني الحاجتين دول مفيش تهاون فيهم، اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد ومنظار معده ما قبل اجراء اي عمليه اعاده اصلاح. تطمن على المريء بتاعك فيه حموضه، فيه فتق في حجاب الحاجز، عندك الحموضه عامله لك اوسفجايتس بارت اوسوفجس، الحاجات اللي هي المرضيه اللي بتحصل بسبب ارتجاع في المريء احيانا بيبقى عند بعض الناس. والحاجات دي ما ينفعش تهون فيها، يعني ما تخش عمليه تعمل عمليه اصلاح من غير اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد او منظار معده، ما فيهاش مجاملات. اعمل الحاجات دي بحيث ان تاخد قرار مظبوط، لان كل فايندنج او كل حاجه بتطلع في الاشعات دي بيبقى لها قرار. تكميم المعده يمكن تحويله، يمكن قص، يعني المعدة نفسها ممكن نحافظ على التكميم ونقص ما زاد منها تاني، أو لو ما تقصتش أصلا وإحنا أحيانا بندخل نصلح عملية نلاقي قبة المعدة الشرايين بتاعتها أصلا سليمة اللي هي الأصلية، فده معناها ما تقصتش، أنت ما بتعملش عملية إصلاح، ده أنت بتعمل عملية جديدة. فدي نوع من العمليات يمكن تحويلها. لو عندي بارت أوسوفجس، عندي أوسوفجايتس أو التهاب في المريء، عندي فتق في الحجاب الحاجز، عندي ضيق في المعدة، أعمل تحويل مسار معدة كلاسيكي، مفيش نقاش، يعني ده رياضة، يعني دي حاجة رياضية ألف ب ألف ب تحويل مسار معدة ما تناقش الجراح فيه أو الجراح ما يناقشكش فيها، يعني كأنه بياخد رأيك، لأن ده وقت، يعني دي حاجة، لأن الالتهابات في المريء الشديدة، الارتجاع الشديد، ضيق في المعدة، تويست، أي مشاكل في المعدة من تحت، أنت لازم تشتغل على الجزء اللي فوق اللي يمكن باحترافية بيعرضوا الحاجات الجميلة، أنت عايز تشتغل على الجزء اللي فوق ده عشان تعمل تحويل مسار معدة كلاسيكي، لأن اللي تحت كله ضيق أو التواء أو حاجة، يبقى لازم تعمل تحويل مسار معدة كلاسيكي، وده أنجح عملية في التاريخ لعلاج مشاكل المريء أو مشاكل اللي هو الضيق بتاع المعدة. طيب أنا ما عنديش فتق في الحجاب الحاجز وما عنديش بارت أوسوفاجس أو ما عنديش التهابات في المريء والمعدة بتاعتي مش واسعة جامد أو حتى واسعة يعني، بس ما عنديش ضيق من تحت وأنا ممكن أعمل تحويل مسار معدة مصغر، وارد جدا وعملية جميلة جدا ونافعة جدا، لكن محدش يعملها في الناس اللي احنا استبعدناهم اللي عندهم مشاكل في المريء، فتق في الحجاب الحاجز، ضيق في المعده، دول على طول تحويل مسار معده كلاسيكي. بقيه الناس يا اما تعمل اعاده اصلاح للمعده تاني، تقصها تاني، او تعمل تحويل مسار معده مصغر في حاله عدم وجود الموانع اللي احنا ذكرناها. الكلام واضح جدا وبسيط، فيعني دي حاجات لازم احنا لا نتعداها، ودي يمكن الحلول اللي هي المتاحه لاعاده فشل تكميم المعده. تدبيس المعده وحزام المعده اللي هو اكتر دلوقتي حاجه بنشوفها، كلهم بيعملوا عمليات اصلاح ما بيعرفوش ياكلوا لحوم، فراخ، خضار، اي حاجه صلبه بيه. الحزام والتدبيس، الحزام ده حاجه يعني طبعا مش فعاله خالص، مشاكلها كتيره، جسم غريب، يوم معين لازم هتشيل الحزام وهتعمل تكميم، يوم معين هتشيل الحزام وترميه وخلاص ما تعملش حاجه، يوم معين هتعمل الحزام ده وتعمل تحويل مسار لعدم الفاعليه، او هتبقى مضطر ان انت تعمله لان الحزام التهب ودخل لك بكتيريا حوالين الحزام وهتبقى داخل او الحزام داخل كال المعده ودخل جواها. تدبيس المعده، الناس بتدخل في نقص تغذيه عنيف من كتر الترجيع، المريء نفسه بيحصل فيه مشاكل حركيه بسبب قله كتر الترجيع، وكل محتاج تحويل مسار معده كلاسيكي. لو كنت عايز تاكل كويس وتخس، ما انتش عايز تخس بقى وزهقت من المعده وكتر الترجيع ومش عايز يعني تعمل عمليه كبيره، تفك المعدة في عملية قد لا تتعدى الربع ساعة نص ساعة، عملية فك المعدة. العملية الأكثر هي تحويل مسار المعدة الكلاسيكي، بس ما حدش بقى يعمل عملية تدبيس بقى خلاص، يعني من 2007 وهي ممنوعة، والحزام بقى خلاص بطل يعني ممنوع، يعني ما تحت أي ظرف من الظروف تدبيس المعدة أو ما تلخبطوش بين تدبيس المعدة وتكميم المعدة، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. الفراشة أصل هي مشهورة برضو، الفراشة ما حدش يعمل فراشة، يعني الفراشة مش موجودة في الكتب، ما حدش يعملها، دي يعني حاجة كارثية جدا جدا جدا، والحقيقه اختراع مصري يعني اصيل، والتدبيس والله يا اخي يعني ما بتتعملش في اي حته في العالم يعني اللي عملها مش 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 لائق علميا، هنتكلم عليها بعد كده، لكن هنستكمل حوارنا في اللقاء القادم ان شاء الله. يبقى الحوار معك ممتع دائما، وهسيب الناس تتفرج على احدى حالاتك وتسمع كلام ملهم جدا هيسعدكم للغايه، ضيفي العزيز
القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع للأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مدير وحدة جراحات السمنة مستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية والحاصل على أعلى تصنيف جودة في جراحات السمنة، كان ضيفي في واحدة من حلقاتنا الممتعة عن تجربة إذا ما فشلت جراحة السمنة. إذا ما فشلت، إذا ما فشلت أنت، ربما العود على المريض وربما أيضا في الإجراء، لكن في النهاية كل شيء له حل، بس الاختيار ورسم الخريطة الصحيحة للطريق القويم للحل هو ده اللي احنا حكينا فيه دلوقتي. خليكم معنا. سلام. أنا الحمد لله رحت دكتور كريم صبر وقعدت معاه، قال لي عندك أي أمراض مزمنة وكده، قلت له الحمد لله، قام قال لي يعني خلاص هنتجه لتكميم معدة، وعمل لي تكميم معدة والحمد لله بقيت الوزن الطبيعي. ما كان وزني 150، كنت مثلا ان انا اروح محل هدوم عايز يعني تيشيرت على الموضه او بنطلون على الموضه يقول لي ما فيش لان وزنك صعب. كان اللي يعني اللي كان بيعاني من دوت والدي كان بيروح يعني بيجيب يعني اشكال غريبه، يعني البناطيل اشكال غريبه، فما كنتش بلاقي الوزن اللي انا البنطلون اللي انا عايزه بالموضه وكده. بس دلوقتي الحمد لله يعني بفضل ربنا يعني بقيت اي حاجه اعملها وانا كنتش بعملها قبل كده بقول الحمد لله، ودلوقتي بجيب اي مثلا اخش اي محل يعجبني اي حاجه اخدها يعني من غير ما اقيس ومن غير ما اعمل حاجه بفضل ربنا الحمد لله. يعني نفسيا كنت متدمر، ما كنتش بخرج، ما كنتش بروح اي واحد صاحبي يعزمني في فرح مثلا، ما كنتش ان انا اروح لاني مش لا يعني مش معايا اللبس او حاجه الشيك اللي انا اروح بيه الفرح وكده، كله بيبقى لابس وكله بيبقى يعني لابس هدوم نظيفه، فانا كنت بتحرج ان انا اروح الفرح واي واحد يعزمني في مناسبه وكده، ما كنتش مثلا ان انا بمشي كتير عشان بتحرج من وزني، وكنت مثلا اروح عند ماما مثلا معزومه عند خالتي اقول لها مش هروح عشان مكسوف بسبب الوزن والهدوم وكده، فكنت بعاني قوي. والحمد لله دلوقتي مثلا اي واحد يعزمني في فرح بروحه. يعني نفسيا كنت متدمر خالص كخروج كلبس، يعني يعتبر كنت مسجون، يعني كنت في سجن، والحمد لله ربنا يعني بفضل ربنا بفضل الدكتور كريم صبري يعني.